وإيه اللي بيكسب أكتر بقى، الحكم ولا المأذون؟ تبناش على السؤال ده. لا والله يعني مش عايز اعرف كام، بس انا عايز عارف. اعرف. الاتنين كويسين يعني، الحمد لله ماشي الحال يعني، الاتنين زي بعض تقريبا يعني. طيب هسألك سؤال، انت كمأذون كل ما يبقى فيه جوازات او طلقات تكسب اكتر اكيد يعني، اكيد طبعا. انما في المباريات نفس الشيء، كل ما يبقى فيه مباريات اكتر تكسب اكتر؟ هي برضو نفس الحكايه. طبعا يعني التحكيم برضو بالقطعه بالماتش. ممكن يعني عشان الجواز مواسم يعني، مش شغال على طول يعني غالبا يعني، بيبقى فترة الصيف اكتر. طب صحيح ان حضرتك بتطلب تفرغ، ما تحكمش مباريات ايام الخميس مثلا او كده عشان دايما بيبقى عندك كاتب كتاب؟ لا لا ده مش صحيح، مش حقيقي. حضرتك يعني تقصدي انت بترتب الامور ازاي لو الامور كده مثلا؟ وكده؟ لا انا قالوا لي ان انت بتعتذر عن مباريات لو يوم الخميس عشان انت عارف الخميس ده هيبقى عندك شغل في غالب الامر يعني. لا لا مش صحيح، مش اصلي مظبوط. اصلي اللي هيتجوز يوم الخميس مش هيكتب كاتب كتاب يوم الخميس يعني، الامور بتيجي غير كده يعني. انا لو حد عنده كاتب كتاب اكيد بيتصل بيا او بيقابلني عايز ميعاد يعني، انت هتكون فاضي امتى؟ وعشان بتشوف انت بقى جدول المباريات. يعني ايه فين فاضي مفيش تمشي. مباراة. بتمشي كده يعني، انما ما بتجيش يوم الخميس ولا انا عايز اتجوز النهارده يعني. او هم ممكن يستنوني كمان يعني، مفيش مشكله لو انا عندي ماتش او عندي ظروف معينه مفيش مشاكل، يعني حاجه ممكن هم تخلص متفاهمين يعني، انت ممكن تخلص الماتش وتقلع لبس الحكم لا لا وكده تروح مش وتلبس في نفس لبس ال اليوم، لا مش في نفس اليوم طبعا صعب، انما ممكن يعني يستنى يوم تاني يعني، لو انا مش فاضي اليوم ده خلاص يوم التاني مفيش مشكله.